معنا إذن الآن دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، يعني دائما كان لك حقيقة متابعات في الشأن الإسرائيلي، وما يمكن أن يقال الآن في ظل هذه الأكاذيب والإدعاءات الإسرائيلية بشأن مصر، كيف تعلق؟ هو بالتأكيد طبعا هناك مراوغات إعلامية وسياسية في إسرائيل، يجب أن نميز بين مستويين في هذا. من الآن لآخر هو استهداف الموقف المصري، ربما لصلابة ورسوخ الموقف المصري تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية. فالميديا الإسرائيلية كما تعلمي ووكالات أنباها وأخبارها ميديا فوضوية، يعني ليست لديها ضوابط في نشر المعلومات إلا فيما يخص الأمور العسكرية والاستراتيجية، ف الرقابة العسكرية تتابع هذا جيدا. ما دون ذلك هناك يعني تخاريف، لا أريد أن أقول معلومات وأخبار مضللة غير حقيقية عن حقيقة الموقف المصري وما تقوم به مصر في أمن الإقليم وليس فقط في موضوع غزة أو غيره. وتكررت الأكاذيب وتكررت هذه الروايات غير صحيحة، وكنا نكذبها بصورة دورية ومباشرة سواء في التعامل معها الجانب الإسرائيلي وأيضا بالنسبة للتعامل مع العناصر الفلسطينية من جانب آخر. أنت تعلمي العلاقة كانت متصلة بصورة أو بأخرى مع بعض الحركات الفلسطينية سواء حماس أو غيرها، ولا أريد هنا أن أعود بالتاريخ إلى كيفية نشأة هذه الحركات. أعتقد أن كانت هناك ولا تزال مرحلة حتى قبل المواجهات الأخيرة داخل القطاع وخارجه واتصالات ولقاءات عديدة في هذا الإطار بصرف النظر عما كان يتردد. وهناك أكاذيب متعلقة بموضوع دخول وخروج السلاح إلى القطاع، التعامل مع أنساء المنظومة الخاصة بها في تفاصيل كما تعلمي حضرتك كثيرة في هذا السياق. وكنا ولازلنا نكرر أن مسؤولية مصر الكبيرة في الإقليم تتجاوز ما يمكن أن يجري، ولا نريد أن ندخل في مهاترات إعلامية أو سياسية مع الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار، لأنه كلها يعني كلام مرسل غير موثق، لا يستند إلى أي وقائع وأسانيد أو أدلة معينة في هذا الإطار. وسبق أن احنا حذرنا على هذا المستوى أن احنا لا نريد أن ندخل في هذه المواجهات، وما إذا كانت لديهم أي ما يمكن أن يؤكدوه فليؤكدوا عليه. طبيعة الموقف المصري الراسخ في الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. طيب، لكن قبل أن نفوت هذه التفصيلة دكتور طارق، السؤال الآن إلى أي زاوية تحاول إسرائيل جر مصر من خلال هذه الأكاذيب والإدعاءات؟ هو حضرتك تحريف المشهد أو الموقف المصري، كما أشرت لحضرتك الموقف المصري موقف واضح، موقف تاريخي، موقف تراكمي، موقف يشهد به القاسي والداني لكل ما يجري في القطاع. اعتماد إسرائيل على المراوغة الإعلامية والسياسية ومحاولة تغيير الخطاب الإعلامي والسياسي ليكون إعلام موجه إلى الجمهور الإسرائيلي، وطبعا في هذا الإطار تستخدم السوشيال ميديا، تستخدم وسائل الإعلام التقليدية، بعض المواقع الإلكترونية المعلومة أنها تتبع هذه المعلومات الإسرائيلية في نشر بعض الحقائق على أنها حقائق وهي طبعا أكاذيب لا علاقة لها بالواقع. زي ما قلت لحضرتك ببساطة جدا، نحن كأكاديميين نستطيع أن نفند مثل هذه الأمور ببساطة، لأننا نحتاج إلى توثيق، نحتاج إلى أدلة. الهدف الإسرائيلي هو التشويش على الموقف المصري، التشويش على الموقف المصري الراسخ في قطاع غزة وفي القضية الفلسطينية، لأننا بطبيعة الحال الحائط الصد أمام كل ما يجري، ونحن المعنيين بالأساس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وبالتالي الروايات المتعلقة بإدخال السلاح أو بمنظومة الأنساء أو بالدعم للجانب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية أو غيره، طبعا في هذه الأمور نحب يعني نتحدث ولا حرج مما يجري، لأنه هناك كما ذكرت لحضرتك أنه هناك ميديا موجهة، هي ميديا فوضوية لا تخضع لأي معايير إعلامية أو منضبطة في هذا الإطار، وتختلط المواقع التابعة لجهة المعلومات بكثير من الوقائع الكاذبة والشائعات المضللة وبث الأخبار في اتجاهات معينة، وتعتمد طبعا على فكرة تحريف الواقع وتحريف المواقف والتوجهات. التركيز على مصر، لماذا مصر؟ لأن مصر هي الحائط الصد، يعني من آن لآخر يعني لو بتعملي حضرتك تحليل مضمون للإعلام الإسرائيلي هتلاقي مساحة مصر كبيرة للغاية في
بنشر كثير من الأمور اللي هي لا علاقة لها بالواقع. يعني كلما دعمت مصر القضية الفلسطينية ووقفت أمام كل هذه المحاولات في عمليات منع الترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين، تجد مزيدا من الآراء والمقالات الغير موثقة والتي لا تعتمد على أي مصداقية في التناول تهاجم مصر وتهاجم الموقف المصري وتهاجم التوجهات المصرية الداعية، لدرجة أنه كثير من المقالات بتطرح طبعا ربما بالجزء العبري، جزء منها طبعا المقالات الموجهة لنا، لماذا يصمم المصريين على الدفاع عن القضية الفلسطينية في بهذه الصورة، لماذا مصر وحدها تقف في الإقليم. أستطيع أن أعدد لحضرتك يعني سلسلة من المقالات اليومية اللي هي موجودة في بعض الصحف الشعبية بالإضافة للمواقع الإلكترونية الموجهة. دي تحتاج بقى منا إلى تفنيد واشتباك والرد عليها بصورة مباشرة، وأنا أعتقد إحنا بنقوم بهذا. يعني هي العامة للإعلامات الأكاديميين والمتخصصين بيردوا على هذا، هو محاولة لتشويه ما تقوم به مصر، ومحاولة زي ما قلت لحضرتك يعني تزييف الواقع وتغييره وتبني سردية إسرائيلية غير حقيقية وغير صحيحة حتى في تفاصيلها، يعني ليست في القضايا محل الاشتباك مع الإعلام الإسرائيلي. وقلت إن ده حضرتك يخلو من أي مسؤولية، يخلو من أي حقائق، بالتالي ما يعرضونه لا يستند إلى أي وقائع في هذا السياق. أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.